السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة أم نسرين. جيتكم بواحد الوصفة كتحضر بسرعة دجاج بالبطاطا حلوة مع السلة، والبطاطا كتكون موجودة في هاد الموسم، وقلت نشارك معكم بها شي وصفة. وغنشارك معكم حتى واحد الكيكة درتها للكوتي، كتجي لا في شكل ولا في المذاق، كتجي راقية وزوينة. وبقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا البصله مقطعه طولي، ومقطعه الثومه والمعدنوس كما كتشاهدوا، حتى قطعتهم وقلت نشاركها معكم كيتحضر بسرعه. عندي هنايا فخده الدجاج، عندي الكبيده القنصه، عندي في التوابل سكينجبير والقرفه، خرقوم عود بلدي، الابزار، الملح على حسب الطوق. كنضيف عليهم زيت المائدة وغنشرملو الدجاج ديالنا. كنضيفو على البصلة اللي مقطعها، هذاك الاناء اللي شرملنا فيه غادي نخوي فيه نص كاس تاع الماء، وغنضيفو في الطنجره ديالي. هذا فاش غيطيب لينا هذاك الدجاج غيجينا بحال شكل محمر. غادي نسد الطنجره ديالي وغادي نرد الطيب، ودير انا البرقوق كيتسلق ليا. عندي هنا جوج بطاطات حلوات كنقيهم وكنزيد نقطعهم، كنقطعهم غلاض باش لا طابت تبقى شاده فراسها. بالنسبه اللي ما كياكلوش لها الدراري الصغار البطاطا حلوه، تعسلها لهم راه كتجي روعه. كتجينا على هذا الشكل، هذا اللي قطعناه، وكنديروا شي كسرون ديال السليق، وكنضيفو عليها ثلاثه الكيسان تاع الماء باش تعسل لينا البطاطا ديالنا. غنضيف عليها عشق ديال السنيده، البطاطا راه كتكون حلوه، ضفنا لها داك العشق غير باش تعسل لينا. وغنضيف ليها نص معلقه تاع القرفه، وغادي نرد البطاطا ديالي تسلق. بسم الله، غنبداو في الكيكه ديال الكوتي. عندي هنايا ثلاثه البيضات على الغرفه، غنضيف عليها رشة ملح، وغنضيف عليها كاس ديال السنيده مبور بالكاس الشاي، وغادي نزيد نطرب الكل. غنضيف كاس تاع الزيت مبور بالكاس تاع الشاي، عندي هنايا قشور الحامض باش كنكهو الكيك ديالنا. Thank you.
عندي هنايا كاس تاع الحليب، حيدت الكهربائي وكنخدم غير الطراب الفوي. كنضيف داك كاس تاع الحليب، وكنضيف عليها معلقه ديال الخل، كاس تاع الدقيق مغربل، كنضيف كيس من خميرة الحلويات كعبارة 100 غرام، كنضيف كيس صغير هي 16 غرام، كنضيف على نص كاس ديال الدقيق المغربي. خفتك لي هنا كاس ونص ديال الدقيق من كاس العنبة، كنجيب المول ديالي وكنهنا بالزبدة ونرشو بشوية فارينة وكنضيف فيه الخليط ديالي، عندي هنايا اللوز والكركاع وشوية السبي، كنزيد نزين به من الفوق، كنحطو غير بشوية باش ما يهبطش ليا لتحت، وتزين كيبقى لكم الاختيار. حيت زينا الكيك كنشعلو الفرن ديالنا حتى يسخن، وكنردو الكيك ديالنا وكنخلو الفرن على عافيه مهيله لما طاب الكيك ديالنا. حتى طابت لينا المريقه ديالنا كنقدموها ساخنه بالصحه والراحه على قلبكم. كتجي المريقه ديالها خاذره وكتجي لذيذه وبنينه، وكنحطو ديك البطاطا اللي عسلنا وكنضيفوها على الطبق. هذاك البرقوق اللي عسلنا كنديروه في السمسم، وكان اللي كيقول لي الزنجلان، وكنزيد نزين به من الوسط. وكنضيف ديك المريقه فاش عسلنا البطاطا الحلوه، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش بارطاجوه مع الاحباب والاصدقاء باش يعمل الفائده، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم فضلا ليس امرا. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر احمر باش توصلوا بكل جديد ديالي، وبسلامه عليكم الى فيديو جديد بحول الله.